تعالوا بقى نروح لبطولة العالم للخماسي الحديث المقامة في مصر بمدينة الإسكندرية تحديدا. وكالعادة مصر الحقيقة الفترة الأخيرة عاملة شغل أكثر من ممتاز فيما يتعلق بمسألة استضافة بطولات وفعاليات بطولات عالمية على أرض مصر. بالمناسبة البطولة دي كان ختامها بالأمس، منتخب مصر توج بفضية الفرق في نهائي الرجال تحت سن 19 سنة. نجحت مصر بفريق مكون من معتز محمد ومازن شعبان وسيف البنداري في التتويج بالميدالية الفضية للفرق بعد تحقيق مجموع نقاط 3402 نقطة، بينما احتل الفريق الروسي المركز الأول برصيد نقاط 3446 نقطة، وحصد المنتخب الفرنسي المركز الثالث برصيد نقاط 3384 نقطة. في منافسات الفردي توج معتز محمد بالميدالية البرونزية بعد تحقيق مجموع نقاط 1170 نقطة، بينما حصل على الميدالية الذهبية لاعب منتخب روسيا برصيد 1190 نقطة، وتوج لاعب منتخب فرنسا بالميدالية الفضية برصيد نقاط 1179 نقطة. جاء مازن شعبان لاعب المنتخب الوطني في المركز التاسع برصيد 1130 نقطة، وسيف البنداري في المركز التاسع عشر برصيد 1102 نقطة، بينما جاء مصطفى محمد في المركز ال 34 برصيد نقاط وصل ل 1025 نقطة. حاجة برضو محترمة جدا ومشرفة، وتاني وتالت ورابع مصر عندها قدرة. خلاص بقت واضحة، احنا كنا الأول في مرحلة كده كنا بنطق حنك في النوع ده من المواضيع، لكن دلوقتي خلاص الموضوع بقى على أرض الواقع. احنا بقالنا فترة مش قليلة بنشوف العالم كله هو يعني في بعض الأحيان كمان مندهش من حسن التنظيم المصري لفعاليات الكثير من بطولات العالم في الرياضات المختلفة.